الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف خبراء اقتصاديون عن وجود مفارقات في توزيع الدرجات الخاصة بين موظفي الدولة في موازنة عام 2023، وقال الخبراء إن نسبة الدرجات العليا في كردستان العراق تبلغ 43% قياسا إلى إجمالي الدرجات في العراق، في حين يبلغ عدد موظفي كردستان العراق 658,000 وبنسبة 16% من إجمالي عدد الموظفين في العراق. وأضافوا أن الوزارة الخارجية حازت النسبة الأكبر في الدرجات بعدد 118 درجة وبنسبة 15% من إجمالي تلك الدرجات، مع أن عدد موظفيها يبلغ 3778 موظفاً. قال تحالف اقتصاديون إن الحكومة مسؤولة عن الإضرابات التي تقوم بها شركات الصيرفة في المحافظات الجنوبية، وأضاف التحالف أن المصارف في جنوب العراق تعيش أزمة نقد كبيرة لأنها تملك كميات كبيرة من الدينار العراقي وهي مؤثرة في الحركة التجارية في الأسواق، مطالبا الحكومة والبنك المركزي بالاستماع إلى مشاكلهم وحلها بطريقة تحفظ حقوق الدولة وكرامة القطاع الخاص حسب وصفه. كشفت وزارة التخطيط عن عدد المشاريع الاستثمارية المتلكئة في العراق، وقالت الوزارة إن عدد المشاريع المتلكئة بلغ 1063 مشروعاً، مبينة أن السبب الرئيسي لتوقف تلك المشاريع يعود لقرار 347 الصادر عام 2015، والذي أوقف العديد من المشاريع بسبب الأزمة المالية. قال وزير الكهرباء زياد علي فاضل إن العراق بحاجة لإنتاج 10,000 ميجاوات من الكهرباء لتغطية الإنتاج اللازم، وأوضح الوزير أن بعض المدن تحتاج إلى استبدال في محولات الكهرباء وزيادة الإنتاج حتى يتجاوز 10,000 ميجاوات، مبيناً أن الاستحداث السكاني والعشوائيات عقدت كثيراً شبكات التوزيع. أعلنت أمانة مجلس محافظة بغداد تسعير الإمبير للمولدات الأهلية والحكومية لشهر تموز المقبل، وذكرت أمانة العاصمة أنه تقرر تحديد تسعيرة الإمبير لشهر تموز ب6,000 دينار للتشغيل العادي من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 1 ليلا، وب10,000 من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 ليلا، وب12,000 لما تسمى بالتسعيرة الذهبية. كشفت هيئة الرقابة الأمريكية أن الولايات المتحدة خسرت أكثر من 200 مليار دولار بسبب عمليات احتيال طالت برنامجين صمما لدعم الشركات الصغيرة خلال فترة وباء كورونا. وقال المكتب المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة إن المحتالين استخدموا أساليب عدة استخدموها لسرقة أموال دافعي الضرائب الأمريكيين واستغلال البرامج التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.